الحضور الكريم، أصالة عن نفسي وعن رئيسة صالون الملتقى الأدبي السيدة أسماء صديق وعضوات الملتقى للصالون الأدبي، أحييكم، وبالتعاون مع جائزة الشيخ زايد للكتاب نقوم بإدارة هذه الجلسة. معكم جميلة سليمان، عضو صالون الملتقى الأدبي، ويسعدني ويشرفني أن أرحب بضيف استثنائي مبدع بروفيسور محمد المسطوري، فلنحييه تحية كريمة. نال المسطوري جائزة المؤلف الشاب للدورة 16 لعام 2022 في جائزة الشيخ زايد للكتاب، وبجدارة. الكتاب جدا عميق ورائع واستثنائي، أحييه. لديه سيرة ذاتية حافلة، لكن في هذه العجالة سأذكر منها بعض المحطات نوجزها. هو البروفيسور المساعد في الأدب العربي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة القاسمية بالشارقة، وقد تولى التدريس سابقا بكلية الآداب والفنون والإنسانيات في جامعة منوبة التونسية، حيث حصل على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في تخصص الشعر العربي القديم، كما نشر العديد من المقالات التي تتمحور حول الأدب العربي ونظرية الأدب، وقد تخرج من دار المعلمين العليا بتونس ثم كلية الآداب والفنون الإنسانية في جامعة منوبة التونسية. نبارك لك أيضا هذا الفوز المستحق بجدارة. ويوجهنا هذا الفوز إلى السؤال التالي: من وجهة نظركم، ما رأيكم في الجوائز كاستراتيجية من استراتيجيات القوى الناعمة في تنوير العقول وتوعيتها وإحداث التغيير في مجال المعرفة والتطوير كاستراتيجية للتشجيع الباحثين والمبدعين وفي الارتقاء بالمشهد الثقافي على مستوى الوطن العربي، وأيضا حتى تعكس مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها رائدة في مجال دعم الإبداع والمبدعين ومن خلال هذه النوعية من المبادرات؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على دعوتكم الكريمة، وهذا ليس بغريب عنكم، سواء في معرض أبو ظبي للكتاب أو في صالون الملتقى. أبدأ بذكر أبيات أو بيت أحور فيه، قاله شاعر قديم هو عمرو بن كلثوم، أقول: نزلنا منزل الأضياف منكم فلم تعجلوا القراء، بل بالعكس أطلتم قرانا وأكرمتمونا، وكان الإقامة بينكم في حفاوة كبيرة وفي ضيافة منقطعة النظير، فشكرا لكم على كل ما تقدمونه. أذهب إلى السؤال، كان حول دور الجوائز الأدبية باعتبارها من القوى الناعمة التي تساهم في إثراء المشهد الثقافي العربي. طبعا هناك سؤال قبل هذا السؤال يطرح، وهو: كيف هو حال مشهدنا الثقافي العربي اليوم؟ يعني هل ما نراه ربما من بعض ملامح التردي، هل يعود إلى ضعف النتاج الثقافي، ضعف الإبداع، أم إلى عوامل أخرى؟ المثقف العربي والمبدع العربي كما هو في القديم هو اليوم، يعني اليوم نجد مثقفين ومبدعين في شتى أرجاء هذا الوطن العربي، وإبداعهم يعني لا يقل عن إبداع أسلافهم القدامى، ولكن الاختلاف في ما نقدمه لهذا الإبداع، كيف نوصل هذا الإبداع إلى عامة الناس، إلى القراء، إلى المثقفين أو الناقدين أو النقاد الأدبيين. فمثل هذه الجوائز، جائزة الشيخ زايد للكتاب، أيضا هناك جائزة الشارقة للإبداع العربي وغيرها كثيرة في دولة الإمارات صراحة، ومبادرة النشر أيضا، مبادرة الترجمة التي يعني تبناها مركز أبو ظبي للغة العربية، ترجمة الأعمال الفائزة وبعض الأعمال التي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى اللغات الأخرى، مثل هذه المبادرات كفيلة بأن توصل إبداع المثقفين إلى القراء وتدعمهم. جميل، جزيل الشكر. شو أثرها عليكم يعني كمبدع عندما تتلقى مثل هذه الجائزة؟ كيف أثرها عليك كشخص يعني كمبدع؟
طبعا أنا سررت كثيرا عندما سمعت خبر أو إعلان خبر الجائزة. أنا هذا الكتاب هو الإصدار الأول، يعني قبله نشرت مقالات بحوث علمية ولكن ليس كتب، هذا هو الإصدار الأول، وأن يحظى هذا الإصدار الأول بمثل هذا التكريم فهذا يشجع كثيرا على مزيد البذل ومزيد المواصلة في البحث العلمي. وبالمناسبة أشكر الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب على إنصافها وعدلها، فهذه الهيئة كما رأيت خاصة في صنف المؤلف الشاب لا تنظر إلى تاريخ الكتاب أو إلى ما يقال عنهم، بل تنظر إلى العمل فعلا هل يستحق نيل الجائزة أم لا، فأشكرهم على هذا الذي قدموه. تستاهلون كل خير. بروفيسور محمد، أرجو أن تحدثنا عن أجزاء من الكتاب وبعض مباحثه وإضافته في المشهد الأكاديمي والثقافي العربي والعالمي، وخاصة أن هذا الكتاب جاء بطريقة يعني يظهر السمات الخاصة للمجتمع البدوي على مستوى أنها سمات مسلم بها، لكن أنت تناولتها بطريقة مختلفة، فحدثنا عن بعض أجزاء من هذا الكتاب ومباحثه. شكرا لدقة السؤال، لأن مثل هذه الجلسات لا يمكن أن تستنفذ كل الكتاب، فربما من الجيد منهجيا أن نأخذ بعض الأجزاء منه أو بعض الفصول منه المهمة أو هي ربما الأهم من غيرها. دعيني دكتورة قبل كل شيء أن أبدأ بفكرة الكتاب. يعني أنا بدأت في علاقتي بهذا الموضوع، موضوع البداوة الذي هو ليس موضوعا بحثيا فقط بل أيضا هو موضوع متعلق بشخصيتي وبذاتي، من خلال اتصالي بمظاهرها، مظاهر البداوة في قريتي التي تقع بعيدة عن العاصمة تونس، من خلال التواصل أو الاتصال بعناصر البداوة كالإبل وشرب لبنها وأكل لحمها، هذا في فترة النشأة. ثم تواصل هذا التعلق بعد ذلك عندما بدأت الدراسة الأكاديمية في الجامعة وتعرفت إلى الشعر العربي القديم تعرفا عميقا، فرأيت فيه كثيرا من مظاهر الثراء الإبداعي التي كانت قائمة على البداوة. البداوة كانت خلافا لما يعتقده البعض أو ما يعني يقوله البعض، كانت مصدرا ملهما ومصدرا ثريا ومعينا للإبداع العربي. المجتمع العربي كان يعيش في جزء منه نعم في قرى وعواصم ومدن قديمة، ولكن أيضا أغلبه كان يعيش في الصحراء، وهذه الصحراء كانت مخصبة في مستوى الإبداع الفني. الشعراء العرب القدامى أبدعوا لنا صورا ولوحات لا نتصور أن صاحبها يعيش في تلك الصحراء، فشدني هذا الأمر وخصصت له هذه الدراسة. طبعا اهتممت كما غيري في البحث العلمي بمن سبقني، وهذا يعني لا ينقص من قيمة العمل بل بالعكس يضيف إليه، ثمنت ما رأيته مهما مما توصل إليه غيري وعدلت أو نسبت بعض النتائج، فوجدت يعني من الخطاب الاستشراقي القديم ما كان منصفا وما كان غير منصف للبداوة، وجدت أيضا من الخطاب النقدي العربي الذي سبقنا دراسات مهمة ولكنها لا تتناول الجانب الفني للموضوع البداوة، بل تتناوله بطريقة إحصائية أو معجمية. يعني نجد مثلا ذكرا للمصطلحات البدوية، تسميات الحيوان، تسميات النبات، تسمية المياه، هو عمل مهم ولكنه إحصائي. حاولت أن أبدأ من حيث توقف هؤلاء الباحثون وأنتقل بدراسة البداوة إلى المنحى الأدبي، فدرست البداوة في مضاربها في الفترة الجاهلية خاصة وأوائل الإسلام، حين كانت البداوة يعني مسيطرة على الشعر العربي، موجهة له وموجهة أيضا للنقد الأدبي. نحن نرى النقد الأدبي ومصطلحاته التي استلهمت أغلبها من البداوة، نتحدث عن فحولة الشعراء، هذا أيضا مصطلح بدوي إلى غير ذلك. ثم انتقلت بجزء آخر مهم دكتورة، الجزء الثاني، وهو المتعلق بدراسة البداوة زمن الحضارة، وهذا كان مهم جدا. كيف تعامل الشعراء العرب الذين كانوا يعيشون في الميادين والدروب والبيوت مع معطى البداوة؟ وكان الأمر طريف جداً،
لا أدري ما زال عندي وقت لأواصل في هذا. نعم، كان الأمر طريف جدا لأني لاحظت أن حتى الشعراء المحدثين والمولدين مثل أبي نواس الذي عرف ربما بعدائه للبداوة أو بتخليه عنها، حتى هؤلاء الشعراء لم يغادروا البداوة مغادرة نهائية، حاولوا ذلك ولكنهم لم ينجحوا في التخلص من متعلقات البداوة. نرى قصائد أبي نواس حتى التي كان فيها يدعو إلى ترك البداوة وبناء القصيدة بناء مخالفا على مظاهر التحضر، تلك القصائد كانت تحتوي صورا بدوية. يقول: لا تبكي ليلى ولا تطرب إلى هند واشرب على الورد من حمراءك الوردي. عندما يقول لا تبكي ليلى ولا تطرب إلى هند هو يدعو إلى ترك البداوة، ولكنه يوجد البداوة صورة مدعوا إلى تركها في تلك القصيدة. فننظر في القصيدة نجد مصراعها الجزء الأول كله صور بدوية مدعوا إلى تركها، تضاف إليها لام الناهية، والجزء الثاني صور حضرية مدعوا إلى إبدالها بدل الصور البدوية. فظلت البداوة موجودة حتى في تلك القصائد التي كانت قائمة على دعوة إلى تركها. ثم هناك أيضا أجزاء أخرى في العمل في الدراسة طريفة، عرضت إلى الشعراء الذين شهدت تجربتهم الشعرية انتقالا غريبا وأحيانا حتى يعني لافتا للانتباه، مثل علي بن الجهم. علي بن الجهم جاء من أقصى البادية إلى الخليفة فمدحه بمدائح لا تليق بالخليفة، كانت مدائح تقرن هذا الخليفة بحيوانات الصحراء، والشاعر لا يقصد أي إساءة، بالعكس هو في تصوره البدوي يرى أن هذا إعلاء من شأن الخليفة. الخليفة كان ذكيا ولم يأمر بإبعاده، بل قال لهم اتركوه في بغداد مدة، ظل تقريبا 6 أشهر في بغداد يعيش في تلك الدعة والترف. بعد 6 أشهر عاد إلى الخليفة فقال قصيدته الشهيرة: عيون المها بين الرصافة والنهر. فهذا أيضا تجل لكيفية الانتقال الناعم ربما للبداوة إلى مظاهر التحضر. طبعا أحاول أن أختزل، يعني ما زال كثير من الأشياء التي يمكن نتحدث فيها، ولكن لا أعرف مدى الوقت ومجاله وما يسمح به. والله أنا لو علي أعطيك شهر، لكن هم تفضل إذن. رائع. طيب، في أيضا في الكتاب يعني استكمالا لهذه الفكرة طرحت مفهوم البداوة من خلال محاولة ناجحة بامتياز لتفتيت الفكرة السلبية التي تكونت حول جزء مهم من روافد حضارة العرب وتاريخهم، وهو الإطار البدوي، باعتبار اقترانه كصورة نمطية عند البعض بالبدائية. يعني دائما البدو نفتكر أنهم صورة نمطية، أنهم بدائي، لكن أنت فتت هذه الصورة، فككتها، وقمتم بطرح فكرة تكامل البيئة البدوية والحضارية العربية في نسج نموذج إبداعي للإنسان والحياة العربية قديما. نحن نفتخر في دولة الإمارات العربية المتحدة أننا قدمنا نموذجا يتسم بالأصالة ومنفتح على الحداثة دون أن نخسر هويتنا. نعم، يعني هذا نموذج أنا أفتخر فيه، وهذا يعني كان هو توجه استراتيجي لقيادتنا الرشيدة. هل عندك فكرة أنه في يوم من الأيام تطرح نموذج دولة الإمارات في الانفتاح على الحداثة مع المحافظة على الأصالة اللي هي روح البداوة الإيجابية؟ نعم، أنا الآن أعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقيم هنا، ورأيت هذا السعي إلى المواءمة وإيجاد ائتلاف بين أصالتنا العربية القديمة التراثية وتثمينها وبين يعني منتجات الحداثة اليوم والمعاصرة. الإنسان لا يمكن أن يعيش بعيدا عن واقعه وحاضره ومستقبله، لا يمكن أن يعيش يعني في ماضيه فقط، وأيضا لا قيمة للإنسان إذا انبت عن تراثه وأصالته. فهذا المزج الذي ربما يرى بعض الناس أنه غير ممكن، رأيناه اليوم قائما ممكنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤسسات البحثية التي تعتني بالتراث وتؤصله، وفي نفس الوقت تجعله منفتحا على المستجدات. اليوم نوظف التقنية في تحقيق المخطوط، هذا مهم جدا. اليوم نوظف التقنية في جعل القراء
يضطربون ويتعلقون بالشعر من خلال التسجيلات التي نجدها للشعر العربي لقصائد القدامى وحتى للدراسات النقدية. اليوم التكنولوجيا تطورت ووصلنا إلى أن نستمع إلى قصائد أو إلى دراسة نقدية في يعني قرص مضغوط. هذا يعني أن التطور لا يجعلنا نتخلى عن الماضي. الفكرة التي بدأت بها دكتورة مهمة جدا، وهي من أوكد الأفكار التي سعيت إلى معالجتها في الكتاب، وهي أن نبعد هذه التهمة التي تربط بين البداوة والبدائية. هذا الأمر وجدته في الخطاب الاستشراقي القديم، حتى نعطي الناس حقهم. الخطاب الاستشراقي اليوم ربما أكثر موضوعية. الخطاب الاستشراقي القديم في جزء منه، ليس كله طبعا، تعلق أو جعل البداوة مرتبطة بالبدائية، فكأن البدوي العربي هو إنسان بسيط لا تفكير له، لا أفق له، وكأن البداوة هي النمط الأول من الحياة. وهذا ليس صحيح طبعا. أنا حاولت من خلال الكتاب، وأرجو أن أكون وفقت في ذلك، أن أبين أن البداوة هي نمط في الحياة خاص، ونمط في التفكير، ونمط في فهم منزلة الإنسان من الوجود. البداوة لم تتعلق أبدا بالبدائية. ما نراه من صور شعرية غاية في الطرافة وغاية في الإبداع يؤكد أن هذا المجتمع كان له تصور مخصوص للحياة يعيش وفقه، ولم يكن بدائيا البتة. نعم، جزيل الشكر. الجمهور يطالب بالمشاركة معنا. طبعا تفضلوا. ممكن معنا الأخت دكتورة عزة هاشم، نعطيها ميكروفون وممكن نرجع ثاني مرة إن شاء الله. هي من صالون الملتقى. مساء الخير. مساء الخير دكتور، وألف مبروك على الجائزة المستحقة. دكتور، حضرتك تفضلت بأنك وأنت التونسي، يعني تونس في المخيال العربي هي دولة يعني منتهى المدنية، لكنك قلت أنك يعني نشأت في مكان يعني له سمات بدوية. كنت حابة أقول لحضرتك أنه مثلا أبو علم الاجتماع ابن خلدون عمل البداوة كرديف أو كمرادف للبدائية، وده الحقيقة شيء غريب. إذا كان تونس يعني فيها النمطين وبالقطع، هو كان يعني شوية يعني متجني على البداوة. برأيك إيه كان السبب؟ وعندي مداخلة تانية، هل لازالت البادية أو البداوة تثير قريحة الشعراء؟ يعني هل عندنا شعراء معاصرين عندهم هذا التوجه، أو اللي أقدر أقول إن هو أدب البادية، شعر البادية؟ شكرا جزيلا. شكرا. جيبوا تفضل. نعم، أول شيء أنا تحدثت عن نشأتي في مدينة، اليوم أصبحت مدينة، ولكن في زمن مضى كانت قرية أمامها البحر ووراءها الصحراء، فكنا نعيش نوعا من هذا التمازج بين حياة الحضر وحياة البدو. يعني من يريد أن يعيش حياة البدو فله الصحراء ممتدة، يمكن أن يعيش مع الرعاة ومع الإبل وغيرها. بالنسبة إلى ابن خلدون، ابن خلدون أظن أنه تحدث عن البدو ليس بالتصور هذا بمعنى أنهم بدائيون، لا، هو قال أقرب إلى الفطرة، لأنه فضل بين البدو والحضر وانتصر إلى البدو، لم يكن متجنياً عليهم، بل ربطهم بالفطرة السليمة. هذا بالنسبة إلى ابن خلدون. عفواً. الأمر الثاني أو السؤال الثاني، تحدثت حضرتك عن الشعر الحديث اليوم وأثر البداوة فيه ومنزلة البداوة، هل مزالت البداوة مثيرة للشعراء؟ أقول نعم، في الشعر الفصيح والشعر الشعبي خاصة. في الشعر الفصيح، ليس في أيامنا هذه ربما، ولكن في زمن قريب جدا، نذكر قصيدة للأمير عبد القادر الجزائري يفاضل فيها بين البداوة والحضارة ويفضل البداوة. القصيدة مطلعها: يا عاذرا لامرئ قد هام في الحضر، وعاذلا لمحب البدو والقفر. يقول في هذه القصيدة بمفاضلة واضحة: الحسن يظهر في بيتين رونقه، بيت من الشعر أو بيت من الشعر. ثم يفاضل بين حيوانات البادية وحيوانات المدينة ويقول: شرابها من حليب ما يخالطه، ماء وليس حليب النوقي كالبقري. هذه قصيدة يعني الأمير عبد القادر الجزائري عاش في زمن قريب. ثم اليوم أيضا نرى في الشعراء
أو عند الشعراء النبطيين، الشعر النبطي في الخليج خاصة. عندكم الشاعر خليفة بن مترف، وأيضا الشاعر الكويتي حامد زيد. هؤلاء من أنا أتابع قليلا هذا الشعر لأن وجدت فيه صور كثيرة مما وجدته عند القدامى. الشاعر خليفة بن مترف له قصيدة مشهورة يعني حولت إلى أغنية تعرفونها طبعا، أظن تبدأ بأحب البر والأوطان. نعم هذه، ويصرح صراحة ويصرح صراحة ويقول وأحب البدو والمحزون، يعني يذكر البدو بصراحتهم. ثم يذكر أيضا أمر آخر هو من عادات البدو، وهو إخفاء هذه العلاقة الغزلية والعلاقة الغرامية. وأحبك قبل لا يدرون هلي وهلك ولا الجيران. ثم الشاعر أيضا حامد زيد وهو شاعر كويتي معروف له قصيدة الحلم، وهي قصيدة بنيت قصيدة غزلية طبعا فيها عتاب ولون الحبيبة، بنيت بناء بدويا في صورها في مبادئها وقيمها. فالشعر البدوي ما زال إلى اليوم حاضرا بثبات وله تأثيره في المشهد الشعري إن كان الفصيح أو النبطي أو الشعبي. أيضا عندنا في تونس، وربما هذا الأمر يعني غير معلوم عند كثيرين، عندنا شعر شعبي نبطي مشابه جدا للشعر النبطي في الخليج، وهو أيضا قائم على التغزل مثلا في الغزل خاصة على التغزل بالمرأة بصفات بدوية. إذن المشهد اليوم الثقافي الشعري خاصة لا زالت البدوة مؤثرة فيه رغم ما يفصلنا عن أصولها الأولى في الجاهلية. جدا جميل، تفضلي أسماء. مرحبا دكتور محمد ومبروك بالجائزة. صوت أسماء. مرحبا دكتور محمد، مبروك بالجائزة وتستاهل كل الخير إن شاء الله، ونحن سعيدين بوجودك اليوم في صالون الملتقى. ما هو الدواعي اللي خلاك يعني تتجه لكتابة عن الشعر العربي البدوي؟ هل هو يعني حسيت ان يعني في اهميه لاعاده استرجاعه يعني مع التطور ومع العالم السريع والتواصل الاجتماعي اللي ما في عمق بالمحتوى، ان هل نحن في حاجه لاعاده الذاكره للاجيال القادمه ان الشعر موجود بالتغني بالصحراء بالبداوه بالقيم الموجوده الاساسيه الموجوده عند البدو؟ يعني هل كان في مخيلتك أنت يعني نوع من التوثيق على أساس أنه ما يندثر مع العالم الافتراضي والعالم الحديث اللي إحنا قاعدين نعيش فيه الحين؟ هل هو في نوع من الهاجس عند حضرتك يعني؟ شكرا. طيب بالنسبة للجزء الأول من السؤال، أنا ذكرت دافعا أساسيا لهذا العمل الذي قمت به، وهو قلت إبعاد التهم التي وجهت إلى البداوة باعتبارها رديفا للبدائية، هذا الأمر الأول. ثم الأمر الثاني أيضا محاولة إيجاد تصالح بين الأجيال الجديدة وبين التراث الشعري، لأن الشعر يجب أن ننتبه جيدا إلى هذا، عفوا، الشعر العربي القديم ليس فقط تعبيرا فنيا بل هو تسجيل لمنظومة في الحياة كاملة. يعني الشعر العربي القديم يحتوي على تصورات اقتصادية، كيف كان العرب يتعاملون مع فضائهم ومع المتاح عندهم، ثم يحتوي على تصورات دينية، كيف كان يعتقد العرب وما هي معتقداتهم وهذا الثراء العقدي عندهم. أيضا الشعر كان يحتوي على تمثلهم للعلاقات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية، إن كان في علاقة الصداقة، علاقة الحب، طقوس الزواج، كيف تجرى هذه الطقوس، الزواج، الختان وغيرها. إذن الشعر هو مخزون تاريخي لحضارة أمة كاملة، ليس فقط هو صورة فنية أو صورة إبداعية. فهذا التراث يجب أن يتصالح معه أبناؤه الذين يعيشون اليوم، ربما جزء منهم يعني ارتبط كثيرا بما تفضلت بذكره من التقنية والعالم الافتراضي حتى نسي أن له أصولا يمكن أن تؤسس لعلاقته بالحداثة تأسيسا سليما. فأن يكون الشاب اليوم أو يعني الطفل العربي متجذرا في هويته ومنفتحا على ما ينتج اليوم، هذا ينتج لنا شبابا معافا سليما، أفضل من أن يكون يعني متنكرا لهذا التراث أو رافضا لمظاهر الحداثة.
دكتور ما حاولت تبسط الكتاب لأنه هو بحث تخرج يعني من الدكتوراه أعتقد، ما حاولت تبسط على أساس أنه يوصل لكل العامة الناس تقرأ، لأن كتاب صعب صراحة. أنا بديت أقرأ يعني صعب نخبوي، يعني ما حاولت تبسطه على أساس يكون قريب من القراء العاديين. ربما هي هذه الفرص مثل هذه الندوة وغيرها تقرب أكثر الكتاب من القارئ ومن المطلع، ولكن أيضا الكتاب في حد ذاته صحيح في جانب منه كان أكاديميا بمعنى موجها إلى المتخصصين، ولكن أيضا في جانب آخر أنا أوردت في الكتاب أشعارا كثيرة. هذه الأشعار منها ما يمس الذائقة، ذائقة الناس حتى عامة الناس. ثم في الكتاب ذكر لتسميات واصطلاحات يستعملها الناس حتى في يعني في تطابق بين الفصيح والعامي في كثير من الكلمات البدوية، فيمكن حتى لغير المتخصص أن يجد ما يريده كما يبحث عن ما يريده في الأغاني، يمكن أن يجده في هذا الكتاب. فالكتاب احتوى بين دفتيه تقريبا مختارات كثيرة من دواوين الشعر. اليوم الشباب يسعى إلى البحث عن ذاته، عن الحرية، عن العلاقة مع الآخر، عن قصص الغزل والغرام في كثير من المدونات منها الفيديوهات أو الأغاني. هذا الكتاب أيضا فيه كثير من هذه الأشعار. ثم قلت أيضا الصورة التي ذكرتها للبداوة، ربما بعض المطلعين يتطلع أو يحاول أن يجد مصدرا يلهمه بصورة جميلة، صورة يعني ذات وجه صبوح للبداوة. هو يعرف البداوة، يعرف أنها ليست سيئة كما يذكر، ولكنه لا يستطيع أن يعبر عن ذلك، فيجد في هذا الكتاب ما يتبينه منه. عفوا، نعم، أرجو أن أكون أجبت يعني عن نعم. جميل، تفضل دكتورة هنا. مرحبا دكتور ومبارك. دكتورة هنا نعم. معنا في مجموعة الكتاب. تفضلي تفضلي. هناء صبحي عضوة في الملتقى، مبارك لكم هذا التتويج بالجائزة. الصوت أخت دكتورة المستحق. هنا. نعلي الصوت، بس علي الصوت. في كتاب انطباعات عن الشرق وشبه الجزيرة العربية، خيال بولندي عند البدو، الذي كتبه الرحالة البولندي جيفوسكي، الذي أقام عند البدو في القرن التاسع عشر، يعطي صورة متكاملة عن هذا المجتمع الذي كان معجبا به جدا. ومن أشد ما كان يعني مكان الإعجاب عنده كان كيف هو التزام الشخص البدوي بالأخلاق، بحيث كان مستغربا أنه يقول نحن في أوروبا نضطر إلى تعيين شرطة لمراقبة المجتمع، ولكن في المجتمع البدوي الالتزام الأخلاقي إزاء شيخ القبيلة وإزاء الآخرين هو الذي يمنعه من اقتراف أي خطأ، يعني هو يراقب نفسه بنفسه لأن يعني يخشى من يعني كانوا أشخاص ملتزمين جدا. ويتكلم أيضا عن المرأة، وكان مستغربا أنه كيف هذه المرأة البدوية هي صاحبة قرار وصاحبة كلمة ويرجعون إليها في القرارات المهمة، يعني كأم وكزوجة وفي مختلف مناحي الحياة يعني البدوية. ويذكر هذا يعني هذا في القرن التاسع عشر يعني ومذكور في الكتاب. وشكرا لك لتناول هذا الموضوع، شكرا جزيلا. شكرا لك ولعمق سؤالك. أنت ذكرتي هذا البحث، وأنا أذكر أيضا بحثا ذكرته يعني جعلته منطلق الحديث عن البداوة عند المستشرقين، بحث لماكس فرايهر فون أوبنهايم وأرش برونليش وفيرنر كاسكل، عنوانه البدو. هؤلاء الثلاثة عاشوا أيضا مع البدو في يعني أوائل القرن العشرين، وتحدثوا عن حياة البدو ووسموها بما وسمها هو أيضا وما ذكرت وما تفضلت به. نعم، المجتمع البدوي فيما وجدته مما اطلعت عليه مجتمع ينضبط لقوانينه الذاتية، يعني ما يسميه الفرنسيون لوتو كنترول. البدوي يعيش على يعني معتقدات وتصورات ثابتة، ربما قوة يعني طاعته لها أكثر من طاعته للقوانين الموجودة في المدن والحواضر.
هناك نظام تراتبي في المجتمع البدوي من شيخ القبيلة إلى أعيانها إلى أطفالها، وكلهم لا يخرجون عن هذا النظام. المرأة أيضا كانت تعيش يعني في منزلة راقية جدا في كثير من القبائل والمجتمعات البدوية. لم تكن المرأة مغيبة أو مهمشة عند كل البدو، كان لها قرارها، كان لها رأيها. ونحن في تونس عندنا السيرة الهلالية التي اشتهرت، يعني الهلاليون جاءوا من الحجاز وانتقلوا إلى مصر ثم انتقلوا إلى المغرب العربي، وكانت لهم سيرة حافلة تبين أن هؤلاء لهم نظام أو قانون قائم الذات. البدو، أعطيك أمرا آخر طريفا وجدته، البدو عندما ينتقلون إلى الحياة في المدن يحملون معهم نواميسهم وقوانينهم ويلتزمون بها وإن لم تكن القوانين المدنية ملزمة بذلك. فالحياة البدوية مختلفة عن التصور الذي نحمله أو يحمله كثير من الناس عنها. أرجو أني أجبت عن ما تفضلت به. شكرا. في الأخ أوكي. يعطيك العافية دكتورة محمد، تشرفت بوجودي اليوم. نعلي الصوت لو سمحت. دكتورة أنا حاب أسألك سؤال، صراحة أنا صار في عندي زيك في تقول يعني misunderstanding بالفكرة. اللي أنت بتحكي عن البداوة في القدم في انتقاد لها، طيب شو كان سمات البداوة في القدم؟ هل لم يكن العرب كلهم من ينتمون إلى البدو أم ماذا؟ ماذا تعني بالحضر؟ هل هناك كان سيارة أم بيوت؟ جيد نعم. هل كان هناك بيوت مختلفة يعني؟ شكرا لسؤالك. نعم، دائما المجتمع لا يمكن أن يكون على شكل واحد أو وجه واحد أو ضرب واحد. المجتمع العربي كغيره من المجتمعات رغم أن البدو كانوا أكثر من الحضر فيه، ولكن كانت فيه حواضر. القرى قديما هي حواضر، يعني ليس بالتصور الحضري اليوم، يعني بالمدن الكبرى أو بالبنايات العظيمة لا، ولكن مجرد فكرة الاستقرار هي مقترنة بالحاضرة. ونجد قصيدة لجرير يهجو فيها الفرزدق بأن أهله سكان قرية، يقول أبناء نخل وحيطان ومزرعة، يكفي أنهم أبناء نخل والنخل دليل على الثبات في الأرض، وحيطان بناء مهما كان هذا البناء شكله أو ارتفاعه، ومزرعة يعني هناك نشاط مستقر نشاط يومي، هذا يكفي لهجائه لأنه ليس بدويا. فكان هناك الحذر، وكانت هناك العواصم. الفرس كان عندهم يعني حاضرة في الجزيرة العربية، والبيزنطيون كان عندهم حاضرة الغساسنة والمناذرة. طبعا الحضارة كانت أو النمط الحضري كان موجودا في شكل آخر طبعا قديم، ليس مثل ما نراه اليوم. فكانت الحياة منقسمة بين بداوة وحضارة، ولكن البداوة كانت غالبة على هذه الحياة. طب دكتور يعني الآن الدولة الأيوبيين على سبيل المثال، الأيوبيين هي تعتبر زي القبيلة، الأيوبيين على سبيل المثال أو يعني هاي العائلات الكبيرة، نقدر نقول عنهم أنهم بدو ولا لا؟ هم نفس صفات البدو، يعني هل هناك في هناك تجمع كبير يأتمرون برئيس منهم؟ البدو عند القدامى ليس يعني أريد يعني سوري عذرا أريد تعريف للبداوة، ما هو تعريف البداوة في القدم؟ في القدم كون هناك حضر وبدو. نعم عذرا. عند البدو القدامى تعريف البداوة هو عدم الارتباط بالاستقرار في مكان محدد. البدو يرتحلون يتبعون الكلاء والماء، أينما كان هناك مطر وعشب لحيوانهم فذلك هو وطنهم. هؤلاء البدو في تعريف مختزل، يعني البدو أكثر من هذا، ولكن هذا الشرط الأساسي الذي نميز من خلاله بين البدو وغيرهم من المجتمعات أو أنماط التجمع الأخرى، أن يكونوا متنقلين مرتحلين ويسمون أهل وبر مقابلة لأهل المدر. أهل وبر لأنهم أقاموا حياتهم على الناقة. استسمحك دكتورة في دقيقة. الناقة كانت أساسا مرجعيا للبدو في حياتهم. الناقة آمنتهم من جوع وأطعمتهم ويعني وفرت لهم لبنها ليشربوه لتقيهم العطش. الناقة كانت وسيلة الترحل عندهم للانتقال إلى أماكن وجود الحياة.
الناقة كانت صنو الخصب وهي مقترنة بالخصب عندهم. البداوة قامت، وذكرت هذا في آخر البحث، على صورة نموذجية للناقة. ومن هنا نفهم كيف يعني يبني شاعر جاهلي من أعظم الشعراء القدامى وهو عمرو بن كلثوم صورة المرأة على صورة الناقة فيشبهها بها، فكلما اقتربت المرأة من صورة الناقة كلما كانت أكثر حسنا. طبعا الغاية ليست في النهاية أن يشبه المرأة بالحيوان، لا، ولكن يشبهها بالناقة باعتبار الناقة مرتبطة بالخصب، باعتبارها رمزا للحياة، تريك إذا دخلت وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينة. يعني ينقل عالم الناقة وعالم الإبل إلى عالم المرأة ويتغزل بالمرأة من خلال الناقة. جميل. عند سؤال من الأخ وبعدين الأخت إن شاء الله. خلاص أعطي الأخت هنا لو سمحتي. أوكي، عشان نكسب الوقت لأنه في 10 دقائق. تفضل. جزاك الله خير دكتور على الكلمة الطيبة، بس كان عندي سؤال. مرحبا. هل تشوف أن التردي في المستوى الشعري في الساحة الشعرية اليوم بسبب بعد الناس أو تحضر الناس مثل ما قال الأخ وبعدهم عن البيئة البدوية اللي كانوا عايشين فيها أهلها والشعار اللي قبلهم من في الخليج، هل هو هذا السبب في تردي الساحة الشعرية؟ أن صار المنبع راح، ففي إعادة استخدام للأفكار وإعادة استخدام للتشبيهات والتصويرات وهذا كله. ربما في جزء منه صحيح، ولكن أيضا الحضر كان لهم أثرهم في الشعر العربي منذ الزمن القديم، منذ الجاهلية. الشعر الحضري أيضا لا يسيء إلى الشعر، بل يقدم نماذج جيدة جدا، ولكن ربما الابتعاد عن مفهوم الشعر عموما حضريه وبدويه هو الذي أساء إلى شعرنا. رغم أني أقول دائما هناك محاولات إلى اليوم جدية وجيدة جدا في الإبداع الشعري، تحتاج هذه المحاولات إلى دعم، وهو ما كنا تحدثنا عنه في البداية من خلال هذه المبادرات. جميل، تفضلي. إجابات رائعة. نعلي الصوت. دكتور يا محمد مساء الخير، طبعاً كل الحضور مساء الخير. مبروك الجائزة أولاً، إن شاء الله للتقدم للأعلى. أنا بس حبيت أضيف نقطة صغيرة، أنه البداوة نحن كعرب بتخيل أنه نشأت من الجزيرة العربية أو بدأت من منطقة الجزيرة العربية، واللي راح يتبقى مهما مرق الزمن ومهما صارت في تطورات هي الأخلاق العربية اللي نحن منشوفها فينا وفي آبائنا وفي أجدادنا وبأولادنا، وهاي توارث عبر الزمن مهما صار في تطور ومهما سافرنا ورحنا وجينا ومهما اتخلطنا مع جنسيات تانية. اللي بيميزنا كعرب هي الأخلاق العربية اللي أصلها هي البداوة واللي نحن بنعتز فيها. شكراً. شكرا. شكرا. طبعا نثمن كلامك، هو ربما إضافة وليس سؤال. صحيح، يعني في الواقع اليوم ما يظل متعلقا بالإنسان ربما يميزه عن غيره هو قيمه وأخلاقه. نحن اليوم منفتحون على العالم، نعيش كما يعيش عامة الناس في العالم، نستخدم تكنولوجيا، نستخدم السيارات، ولكن ربما ما يفاضل بين فرد وآخر هي أخلاقه وقيمه ومبادئه التي في جزء كبير منها استلهمناها من أجدادنا ومن تراثنا. نعم. رنا، تفضل. دكتور محمد أهلا وسهلا، فعلا جائزة صادفت أهلها، والموضوع جدا شيق، لأن العلاقة بين البداوة والشعر علاقة تبادلية. عندما كنت أقرأ العنوان البداوة في الشعر والشعر أيضا في البداوة، لأننا نكاد نرى ممكن نصف البدو يقردون الشعر، هل هناك نية لكتاب آخر يكون الشعر في البداوة؟ فهناك الكثير من الشعراء البدو الذين يقولون الشعر النبطي غير معروفين، هل هناك نية لأن تجمع شعر البدو فيكون كتاب آخر هو الشعر في البداوة؟
نعم، يعني يصبح البحث عن الشعر في داخل في الإطار البدوي. نعم. البداوة حاملة الشعر وليس الشعر حاملا البداوة. نعم. أنا والله أفكر أو بدأت في مشروع جديد يتعلق بالبحث في الشاعر وتكوين الشاعر وكيف تتكون تلك الذائقة الشعرية التي تنتج لنا بعد ذلك هذا الإبداع، ومن أسس تكوين الشاعر مخزونه الشعري وأيضا ثقافته التي يعيش فيها وبيئته، وهذا يعني يحيلنا على الفضاء الذي الفضاء البدوي الذي ينتج باستمرار هذا الإبداع الشعري من خلال الشعراء. فيمكن، وهذا مهم جدا، أن نبحث في الشعراء في داخل البدوة فتكون البدوة حاملا للشعراء. نعم. شكرا. جميل دكتور، تفضل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أنا لم أكن محظوظا لمتابعة هذه المحاضرة الجميلة من البداية، ولكن الموضوع أنا على صلة به كباحث في علم الاجتماع. بس قبل أن أسأل، أنا أود أن أشكر صالون الملتقى الأدبي الذي عود متابعيه في هذا المعرض منذ سنوات، وشكل إضافة مميزة لمعرض الكتاب في أبوظبي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أنا فقط أريد أن نستفيد من وجودك في النظرة إلى البداوة. هناك ناس ينظرون إلى البداوة بأنها شكل من أشكال متخلفة في الحياة، ليس لهم قيم وليس لهم، بينما الباحثين في التطور الاجتماعي وتطور المجتمعات يدركون بأن مرحلة البداوة شكلت مرحلة انتقالية في حياة البشر، وأن هؤلاء البدو كان لهم نظام اجتماعي منظم يسير حياتهم الاجتماعية وحلول مشكلاتهم عبر القبيلة وعبر شيخ القبيلة. وهناك من القيم العربية التي احتفظ بها الإسلام عندما جاء، عندما قال الرسول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلذلك نريد الإشارة إلى أثر هذا التنظيم الاجتماعي للبداوة، أنهم ليسوا فوضويين، أسهموا في استمرار البشر بشكل أيضا منظم يليق بحياتهم، وكانت مشكلتهم هي صعوبة البيئة والموارد الاقتصادية. أريد التعليق من حضرتك. سبحان الله، هذه روح الكتاب، هالفكرة هي روح الكتاب. نعم. يعني شكرا، شرفنا كثير حضورك. نحن بدأنا الحديث عن هذا الأمر. نعم. وأعيد وأسترسل في الحديث، كنت أشرت إلى أن الكتاب أراد في أوكد مهامه أو وضع نصب أعينه أن يجيب عن هذا السؤال، ليبعد هذه التهمة، تهمة البدائية والبساطة وبلادة في تفكير كل هذا ترمى به البداوة والبدو، وهو ليس صحيحا، لأن البدو أعطوا للعالم أجمع لأبنائهم ولغيرهم من الثقافات والحضارات التي امتدت بعدهم، أعطوا لهم نموذجا في الحياة. نحن نجد يعني النموذج هذا التفاهم والاتفاق الذي يقع بين القبائل، وهذه يعني ما يسمى قديما الكونفدرالية القبلية، يعني في علم الاجتماع تسمى الكونفدرالية القبلية. هذه أنماط أو صور من التنظم البشري المتطور قديما، يعني قديما كان هناك نظام سياسي واقتصادي واجتماعي مشترك من خلال تحالفات قبلية، وهذا يبين أن النظام القبلي، طبعا مع أن اليوم نحتاج إلى أنظمة متطورة أكثر لاندماج الشعوب مع بعضها، ولكن في زمن ما كان نظاما متطورا قدم للعالم تصورات مهمة جدا، ثم من ناحية المبادئ والقيم أيضا التي رسخها في أبنائه والتي ظلت مؤثرة إلى حياتنا الحاضرة اليوم. جميل. نعم. شكرا هنادي، ونختم إن شاء الله، لأنه أشاروا لي المنظمين أنه نعم، انتهى الوقت. يلا هنا. مساء الخير دكتور، أنا عضوي في الملتقى. دكتور محمد، صرنا يومين عم نحكي على تعليق أقامه أعطانا إياه دكتور وسيم الأعرج.
كان عم بيقول انه الشعر الجاهلي غير المسمى اللي له بجامعة السوربون الى شعر ما قبل الاسلام. نعم. لانه اعتبر انه ما ممكن هالتراكم المعرفي والبنائي في النص والجميل في شكله العمودي وكل ما يحتوي واللي هو ارث انساني متوارث ومتراكم ان يسمى بالشعر الجاهلي، لابد من إعادة تسمية. واختلفنا شوي على موضوع العصر الجاهلي وما كان يحمله من اللا حلم واللا معرفة والجهل وكل هيدا الأمور، لكن هو أضاف أنه لا، حتى لو كان يقع في هذا المحتوى إلا أنه يحمل الكثير من الموروث الإنساني والتراكمي. شو موقفك من هالتسمية ومن الشعر الجاهلي، لأنه هو امتداد كمان للبداوي فينا نقول، أو ما بعرف، كان مجتمع حضري، يعني نحن كنا بمكان حضري، بس شو موقفك من هالشيء؟ شكراً. صحيح ما تفضل به الروائي الكبير والأستاذ وسيم الأعرج، في الدراسات الاستشراقية في البداية بدأوا باستعمال خاصة في فرنسا لابويزي جاهليت، ترجمة صوتية كما هي الشعر الجاهلي، ثم استبدلوا هذه الكلمة بلابويزي بخي إسلاميك، ما قبل الإسلام. يعني وكان السبب المعلن أن هذا الشعر لا يمكن أن يرمى بالجاهلية المقترنة بالجهل، وهو على تلك الدرجة من الجودة الفنية والقيمة الإبداعية. ولكن الجاحظ أجاب عن هذا منذ زمن، فتحدث عن أن الوسم بالجاهلي هو فقط مرتبط بأن هذا العصر لم يكن فيه علم بالدين الإسلامي، يعني وسم بأنه جاهلي بالنظر إلى جهله بقيم وتعاليم الإسلام فقط، وليس جاهليا في حياة الناس أو أفكارهم وتصوراتهم أو فنهم أو فهمهم للحياة، أبدا لا. المجتمع الذي يسمى جاهليا أو ما قبل الإسلام، أنا لا يعني يزعجني الأمر في كلا الاستعمالين، هذا المجتمع كان على درجة من الرقي والتطور كبيرة جدا، والشعر دليل على هذه على هذا المستوى. ثم أيضا هذا المجتمع بلغ درجة كبيرة من النضج، لأن حتى الإسلام جاء لهذا المجتمع. لو كان هذا المجتمع غير مهيئ لمثل هذا الدين، كان الإسلام تأخر في قدومه، فعندما جاء الإسلام في ذلك الزمن، يعني أن المجتمع قادر على تقبل منظومة قيمية متكاملة جاء بها الدين الجديد. فالمجتمع الجاهلي دائما أكرر هذه الملاحظة، هو جاهلي فقط كما قال الجاحظ في علاقة بعدم معرفته بالدين الإسلامي فقط لا غير، أينما في نمط الحياة وتصوره للعالم وفهمه حتى منظومة الجمال كانت متطورة جدا عند الجاهليين، وكانت المرأة يعلى من شأنها عندهم، ويعني تمثل نموذجا أوفى للكمال. هذا المجتمع هو مجتمع بدوي أيضا، وهذا يفند أن المجتمع البدوي كان يظلم المرأة، أو كانت قيمه متدنية، أو قيمه يعني سليلة عصور قديمة متخلفة، هذا ليس صحيح. فقضية التسمية هي فقط اختيار عند الأكاديميين، يعني أن يكون بري إسلاميك أو جاهليت، فهذا لا يعني يضر الموضوع في شيء. جزيل الشكر على هذه الإجابات الوافية العميقة، وتغري بأن يكون لنا اجتماع وجلسة معك أخرى بإذن الله. واللي يحب يشوف مثلا مختصر لهذا الكتاب، فقرة نظر في بنيان البداوة في صفحة 509 تلخص، عبارة عن جزء تأليفي يغني ويغري ويغني عن مشقة قراءة 500 صفحة لمن لا يجد وقتا ولا صبرا له على قضاء الساعات، ويغري بالانغماس في قراءة فصول الكتاب وتفصيله لمن كان ذا شغف يتتبر عناصر الإبداع العربي قديما. كثير من الأسئلة لكن انتهى الوقت والمنظمين يشيرون. وفي الختام، هذا الكتاب هو دعوة ورسالة ثقافية للقارئ العربي، تدعوه أن يقترب أكثر من الأدب ويقبل على قراءته حتى إن لم يكن من أهل التخصص، لأن هذا القارئ يعيش مظاهر من البداوة في حياته وذهنه وتصوراته، فهو قريب منها بعيد عنها في آن واحد، قريب من ممارسة وأطوار حياة وذوق
وبعيد من جهة الاطلاع والقراءة والمعرفة لعالمهم. جزيل الشكر إلى البروفيسور محمد المستوري على هذه الجلسة الإثرية، وإلى لقاء قريب في منصة من منصات التكريم إن شاء الله. إن شاء الله يشرفني هذا، يشرفني دكتورة هذا، وأشكركم. تحية. شكراً. شكراً لكم. صالون الملتقى. وصالون الملتقى. نعم. يشكرك مع وجائزة الشيخ زايد، نشكرك أيضاً. وأشكركم أيضاً على هذا الاهتمام وهذه الحفاوة، وأشكر جائزة الشيخ زايد للكتاب ودورة الإمارات العربية المتحدة على ما تتيحه من فرص للمثقفين والمبدعين. نلتقي إن شاء الله في فرص أخرى ونتحدث في هذا الكتاب وفي غيره من المشاريع بإذن الله. عادة ناخذ صورة جماعية من الضيف. نعم. أني فقط ببيت للمتنبي يقول فيه: يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا بعدكم كل شيء عدم. يا الله، روعة روعة. شكرا شكرا لكم.